الحمد لله، يعني فريق الوداد البيضاوي هذه السنه هذه الحمد لله كيحرز علينا نتائج اللي هي ايجابيه. يعني كل اسبوع كان نستعد للمقابله سواء مع الفريق اولمبيك اسيو ولا اي فريق في البطوله الوطنيه. الفريق محتل المراكز الاولى، يعني كل الفرق في البطوله الوطنيه هذه تبغي تحقق نتيجه ضد فريق الوداد البيضاوي، وكنا هذه كل الفرق هذه تستعد لهذا الفريق هذا. ولكن الحمد لله حنايا يعني بكل لاعب اللي تم الاستعداد ديالهم هذه السنه هذه اللاعبين الجدد الحمد لله يعطين اضافه للفريق. الحمد لله يعني نتمنى من الله اي مقابله ان شاء الله نحقق فيها النتيجه اللي تكون مرضيه وكترضينا حنا كلاعب ولا كجمهور فريق الوداد البيضاوي. ونتمنى من الله ان شاء الله في هذه المقابله ديال اسبي باش نمشيو نحرزوا على 3 نقاط باش ننسوا في المقابله ديال الجديد ان شاء الله وباش تعطينا الصداره. في السيمانه كانت استعدادات عاديه، فهمتي هكا اي استعدادات للمقابلات اللي دازوا. الحمد لله الدراري واعي بالمسؤوليه اللي عليهم ان شاء الله كما عرفوا خارفنا التيران اللي فكين في اسفي شويه صعب، غنحاولوا نسيروا كما العاده كما كنلعبوا في جميع المقابلات ان شاء الله نكملوا في هذه سلسله النتائج الايجابيه ونحققوا الفوز تماك ان شاء الله. ولا واجد وعارف اللي عليا الحمد لله غندير اللي عليا ان شاء الله ونجيبوا الفوز من تماك.